ومن الأدلة التي استدل بها من أجاز كشف الوجه للمرأة أن المرأة الخثعمية كما في الصحيحين سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فصرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجه الفضل إلى الشق الآخر، هذا يدل على أنها كشفت عن وجهها. وفي حجة الوداع فالجواب عن هذا أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يقر الفضل، ثم هو صلى الله عليه وآله وسلم ما أتى دليل يبين على أنه لم ينهها عن كشف وجهها. لكن أيضا السنة للمرأة أن تكشف وجهها في الإحرام، بل أوجب ذلك بعض العلماء، ولكن مثل هذه المرأة يبين من أن المرأة تستر وجهها في الإحرام عند الرجال بما مر معنا من أحاديث أخرى. ولذلك قال ابن حجر رحمه الله قال وفي استدلال ابن بطال نظر فإنها كانت محرمة، والمحرمة يجوز لها ما لا يجوز لغيرها، والصواب أنه لا يجوز لا للمحرمة ولا لغيرها. ولكن جاء عند الترمذي من أنها سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند المنحر، فدل على أنها قد رمت وقد تحللت. فالجواب عن هذا أين الدليل على أنها قد رمت؟ صحيح أنها سألته عند المنحر، ولكن ليس هناك دليل على أنها رمت، ربما أنها لم ترمي، فلا يستدل بهذا.